الساحة الحمراء. كما تلاحظون الناس هنا في روسيا يحبون كثيرا الاحتفال برأس السنة. تزيين العاصمة الروسية يبدأ مع بداية شهر تشرين الثاني نوفمبر، ومع نهاية ديسمبر تبدو العاصمة الروسية بأبهى حللها الزينة بالأضواء المختلفة. من أنت يا حلوة؟ تعالي لنلتقط صورة سيلفي. نيت تقاليد الاحتفال بهذا العيد لها تاريخ مثير هنا. كانوا يحتفلون به في روسيا القديمة في الأول من مارس آذار في أول أيام الربيع، وفيما بعد عندما اعتنقت روسيا المسيحية أخذوا يحتفلون بعيد رأس السنة في الأول من سبتمبر أيلول، وكانوا يحتفلون به آنذاك كما هو الحال الآن ليلاً. وكان الأقرباء والضيوف في آخر أمسية للعام الذي يوشك على الانتهاء يحتفلون به في البيت، وتكون المائدة عامرة بالمأكولات والمشروبات على أنواعها، كما أن المدافع كانت تطلق نيرانها في تمام منتصف الليل الهادئ إذانا بحلول العام الجديد. في روسيا المعاصرة تشير ساعة الكرملين إلى حلول العام الجديد. الساعة يفترض أن تشاهدوها خلفي، لكن برج موسكو الذي الموجود عليه ساعة الكرملين يخضع الآن إلى إعادة التأهيل. إنها هناك. في الواقع في موسكو يوجد في الشتاء نحو 300 ساحة للتزلج. التزلج هو الرياضة المفضلة لدى الروس. أنا لم أجرب التزلج على الجليد قبل الآن. أنصحكم بتجربتها. أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن تقعوا على الأرض. بالمناسبة في روسيا أيضا تم نصب أكبر شجرة ميلاد في البلاد. إنها هنا خلفي تماما. تقليد تزيين شجرة أعياد الميلاد ورأس السنة في روسيا في عهد الإمبراطور بطرس الكبير، ولكن بعد مجيء السلطة السوفيتية بدأت محاربة الدين. وفي البداية منعوا في عام 1929 الاحتفال بعيد الميلاد وفي الوقت نفسه بشجرة العيد وبرأس السنة، ومنع منعا باتا الاحتفال بهذه الأعياد حتى عام 1935. انتقل الاحتفال بعيد رأس السنة آنذاك إلى مرحلة جديدة وأصبح عيد البلاد الرئيسي. أذواق الأعياد أصبحت أمراً شائعاً جداً في موسكو، إلا أنها تحافظ على خصائص وطنية خاصة بها. فمثلاً هنا يمكن لكم أن تشاركوا في صناعة ألعاب صغيرة تعلق على أشجار الميلاد لتزيينها. سنحاول أن نفعل ذلك سوياً. Thank you.
يصنع الآن لعبة لشجرة عيد الميلاد لم يصنع مثلها في روسيا حتى الآن. أعتقد أن هذا سيكون رجل الثلج. بدون أنف. حتى الآن أنه بدون أنف. نوس. الأصعب في الواقع هي تثبيت الأنف. هو رجل جاهز. انتهيت من صناعة هذه اللعبة. ما رأيك بها يا عزيزي؟ أتعجبك؟ إذن جيد، سأبقى هنا وأصنع المزيد منها لأصدقائي. وهنئكم جميعا بحلول العام الجديد. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في العام المقبل إن شاء الله.